بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحدثونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما فما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد إيمان بعد إيمانهم. واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. حقيقة هذه الآية من الآيات التي تحتاج إلى يعني تركيز في فهمها وفي تفسيرها، وقد أفاد المفسرون في الكلام فيها حتى قال الشعب في حاشيته على الكتاب واتفقوا على أنها أصعب ما في القرآن إعرابا ونظما وحكما، وإن كان بعض العلماء لا يوافقونه على ذلك. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، معنى إذا حضر أحدكم الموت يعني أن حضر الموت حقيقة أن حضرت مقدماته وأماراته. أي نعم، فبكيف يوقف أحد الموت؟ فحضر أحدكم الموت يعني حضر أحدكم أمارات الموت أو علامات الموت. حين الوصية هذا بدل من الظرف وليس ظرفا للموت ولا لتصوره. فإن في الإسلام تنبيها على أن الوصية من المهمات التي لا ينبغي التهاون بها. طيب فين المبتدا منه؟ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. فقوله تعالى: إذا حضر أحدكم الموت يقول أو ظهرت أمارته حين الوصية بدل من الظرف. إذا ليس المقصود حين الوصية أن هذا هو ظرف للموت، وإنما هي بدل من الظرف. فإن في الإسلام تنبيها على أن الوصية من المهمات التي لا ينبغي التهاون بها. إثنان هو الآية كانت فيها يعني صعوبة إلى حد كبير في الإعراب، لكن نحاول. إيه إعراب إثنان؟ شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان لا يعلمني. صحيح طبعا أن شهادته للمصدق. شهادة أحدكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان. فالخبر متأخر شوية، لكن الخبر هو إيه؟ إثنان. خبر مرفوع بالايه؟ بالالف لان المسلم. طيب اثنان، والحقيقه هي ظاهرها يعني ظاهرها كلمه اثنان، لكن لما نيجي نفكرها نقول ايه بقى؟ نيجي نفكرها نقول شهاده اثنين. شهاده بينكم اذا حضر احداث الموت حين الوصيه اثنان يعني شهاده اثنين. فيقدر هنا ايه؟ مضاف وهو شهاده اثنين. يعني شهادة بينكم حينئذ شهادة اثنين. أو شهادة الشهادة على أن قبرها محروس، يعني حيثما نزل عليكم أن يشهد بينكم اثنان. واضح؟ يعني كلمة اثنان فاعل. فعل ليه؟ على خبرها محذوف، يعني فيما نزل عليكم ان يشهد بينكم اثنان، فتكون اثنان هنا فعل للشهادة يشهد. فعلنا نقول يشهد اثنان او شهادة اثنين في التفكير.
ولا عدل منكم، أي منكم يعني من المسلمين، ولا عدل منكم من المسلمين. الآخران من غيركم، أي من أهل الجنة، إذا عجزتم عن المسلمين فآخران فهذا الاثنين من إيه؟ من غيركم من أهل الجنة. إن أنتم ضربتم في الأرض، صدق أن تستنى كلمة ضربتم كثيرة، ما معناها؟ فآخركم فآخركم فيها، فأصابتكم مصيبة الموت، تحدثونهما. ما معنى تحدثونهما؟ إذا ضعون في السكر؟ لا، معنى تحدثونهما أي توقفونهما للتحليف، توقفونهما للتحليف من بعد الصلاة، أي صلاة العصر، من بعد الصلاة أي صلاة العصر. صلاة الصين القادم الآن دي يعني لازم يكون حوالي ربع الامتحان أو نص منها، يعني عشان نعطيها تماما في تفكيره. من بعد الصلاة أي صلاة العصر، كما قال ابن عباس وسنة من التابعين. طيب كيف يقال في التفكير من بعد الصلاة يعني صلاة العصر، مع أن الله سبحانه وتعالى لم يعين صلاة العصر في القرآن الكريم؟ قيل هدف تعيينها لتعيينها عندهم للتحليف بعدها، لأن عند العرب أو عند المسلمين طبعا أيضا تعظيم الحلف بعد العصر. من حلف في حديث مؤكده الآن، من حلف بالله كاذبا بعد العصر من كبائر الذنوب المهلكات، أن يحلف بالله كاذبا بعد العصر، فوقت العصر له وضع خاص بالخدمين فيه، وإن كان الإنسان مخالفا بالصدق في الحلف كل وقت. لكن هل تتكلمنا المدة العينة في تسليم صلاة العصر في هذا النقطة بالذات؟ من بعد صلاة العصر، من بعد صلاة العصر كما قال ابن عباس وسنة من التابعين، وعدم تعيينها لتعيينها عندهم في التحليف بعدها، لأنه وقت اجتماع الناس، لأنه وقت اجتماع الناس، لأن الناس في الغالب إذا كانوا في الصبح فترة الضحى والفجر وكذا، لكن إذا جاء العصر في الغالب ينحط الصبح بعد العصر، حتى كان عنده الاهتمام وجاء للعصر خلاص بدا ايه راحت عليه التفتات يعني في هذا الوقت. وكنا ذكرنا سبعة أعتقد من مدة لما تكلمنا على الخسران الذي يؤخر زيارته إلى بعد العصر، بالمثال الرجل الذي كان يتجر بألواح من إيه؟ من الثلج، قوالب من الثلج لطباعة ساعته، فإذا لم يستطع أن يبيعها حتى دخل العصر وانفض الناس ورجعوا وما في يعني الناس يحصلون، يعني كم تكون في الطرف الصواب عظيمة لما فتر الغرفة فقط رأس الناس كان رأس ماله إيه؟ فيكون ماحل. ولذلك قال بعض العلماء ما فهمت هذه الآية ولا أصل إن الإنسان لفي خسر حتى حصلت واقعة يوم من الأيام، كانت السوق بعد العصر، فتاجر من كان رجل كان يبيع الثلج المجمد قوالب الثلج هذه، يحمل قوالب الثلج ويجري في الشارع وفي السوق ويصرخ في الناس يقول ارحموا من يلوم رأس ماله، ارحموا من يلوم رأس ماله، لأن هذا الثلج إذا ذاب وصار ماحل أنت تطلع لا يعرف، فرأس المال نفسه يدوب. فنفس الشيء فقال ان هذه الايه والعصر ان الانسان لا في خسر، يعني العصر راس مال الانسان هو الوحيد، فاذا ما عملت الربح فقد خسرت الربح وخسرت ايضا نفس راس المال اذا ضاع عمرك. الفهم هذا الافراد فقط بمجرد التخليف بسبب صعوبه الايه. ايضا من بعد الصلاه هي صلاه العصر، فاول شيء سبب تخصيص صلاه العصر لأن وقت اجتماع الناس خلاص خد الصوت والناس يجتمعون جميعا في المسجد في صلاة العصر. أيضا هو وقت تقابل ملائكة الليل وملائكة النهار، فيجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار كما هو معروف في صلاة العصر وفي صلاة الفجر وفي صلاة الفجر. واجتماع طائفة سيد الملائكة معنى إيه؟ معنى طائفة الملائكة حينما يجتمعون ملائكة الليل وملائكة النهار فيه تكثير للشهود منهم على فكره او كرهه، معناه ان الشهود تكثر من بني ادم، لان الناس تتفرغها الان ما في صوت، امر اخر ملائكه في الليل وليله النهار مزيدا شاهده على هذا الذي يحلف، ان حلف كاذبا او حلف كاذبا هذا فيه تكثير للشهود عليه من الناس ومن الملائكه، فلعل هذا هو الحكمه في تكثير صلاه العصر. وطبعا هذا يبلغ صلاه الفجر، صلاه الفجر
ندفع أجر بيتها وممكن ما يستمع موجود ملكة النوم مهدلك للناس يكونوا حتى قراحة المساجد الأخرى الله أعلم. فيكون أقوى من غيره وأقوى. وعن الزهري الزهري قال في تفسير الآية بعد الصلاة قال بعد أي صلاة للمسلمين كانت أي صلاة من الصلوات الأخرى. وذلك لأن الصلاة داعية إلى المسلم الصدق. الإمام الزهري يقول بعد الصلاة عموما أي صلاة لا يصلى من تكون صلاة العصر لأن الإنسان إذا صلى فالصلاة تدعو أو الصلاة تدعو إلى الخير يعني إذا كان في عهد التحداء والمرتب إذا كان حديث عهد بالصلاة فإن الصلاة يعني تنهى عن أن يكذب في خلفه فهي داعية إلى المسلم الصدق وداعية إلى عمل الكذب والجوع كما قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فالتعريف في الصلاة إما للعهد أو للجن إما للعهد العهد الذهني فإذا قلنا إنها العهد إلى إيه إلى صلاة العصر زي إيه صلاة فرعون للرسول فمعروف من هو الرسول ها؟ موسى عليه السلام الملك فرفع فرعون الرسول يعني موسى عليه السلام طيب وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا الكلام مهجورا الرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم فكذلك الصلاة إذا كنا للعهد هي الصلاة المعهودة عندكم هي صلاة العصر التي تحلفون بعدها أو الجن من بعد الصلاة يعني أي صلاة تشمل كل يعني صلاة على قول الزهري يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم من أنكم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحدثونهما من بعد الصلاة فيخزنان بالله إن يرتبكم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فيقسمان أي راح يحلفان بالله إن ارتبتم أي إن سكتتم فيهما بخيانة أو أخذ سوء من شركة البيع قوله تعالى لا نشتري به ثمنا لا نشتري به ثمنا جواب للحكم جواب للحكم يعني والله لا نشتري به ثمنا أي يقولان لا نأكل لأنفسنا بدلا من الله أي من شرمته عرضا من الدنيا أن نهتكها ونزيلها للحديث الكاذب أي لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال لأجل المال لا نشتري به ثمنا ولا كان أي لو كان من نقسم له ونشهد عليه المجهول عليه صحيح الكلام لا قربى أي قليلا منا ولو كان يعني الفعل إيه ولو كان لا قربى المقصود إيه ولو كان ما أصل الفعل أكتب يعني الاسم اسم كان ولو كان هو لا قربى يعني من نقسم له ونشهد عليه فالمجهول عليه صحيح الكلام تدل عليه لا قربى أي قليلا منا تأكيد لتبرؤه من الحلف كاذبا ومبالغة في التنزه عنه كأنه من قال لا نأخذ لأنفسنا بدلا من حرمة اسمه تعالى مالا ولو انضم إليه رعاية جانب الأقرباء فكيف إذا لم يكن كذلك؟ يعني إذا كان قريبا ما كنا نفعل هذا فكيف لو لم يكن قريبا لنا؟ واضح؟ فهو أبعد من أن نشتري به ثمنا ولا نكتم شهادة الله أي الشهادة التي أمر من الله تعالى بإقامتها وإضافتها إلى الاسم الكريم تشريفا لها وتعظيما لأمرها إن إذا لمن الآثمين إن إذا يعني إن إذا إن كتمناها لمن الآثمين أي المعدودين من المتقرين في الإثم ثم قال عز وجل فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين فإن عثر أي إن اطلع بعد التحليف على أنهما أي الشاهدين الوصيين استحقا إثما أي فعلا ما يوجبه من خيانة أو غلول أو غلول شيء من المال الموسى به إليهما
فآخران يقومان مقامهما، يعني رجلان آخران يقومان مقام اللذين عثر على خيانتهما، أي في توجه اليمين عليهما لإظهار الحق وإظهار سبيلهما فيما ادعيا من استحقاقهما بما في أيديهما. أي نعم، فإن عثر على أنهما استحقا إثما، يعني هذان الذين اللذان حلفا، إن اصطلح بعدما حلف على أنهما استحقا إثما خيانة أو غرور من المال، أو زعم مثلا أن هذا المال قد هو قد أوصى به إلينا أو أعطانا هذا القدر من المال قبل أن يموت مثلا، فآخران يقومان مقامهما، يعني يتوجب على شخصين آخرين أن يكون مقامهما في إظهار الحق والحلف من أجل إظهار هذا الحق، أيضا لإظهار الحق وإخراج سبيلهما لما ادعيا من استخفافها، استخفافهما لما تأيديهما، إن عثر على أنهما الشاهدين الأولين قد استحق إثما بأن زعم أن هذا المال، فهذا رجل مثلا وهبنا هذا المال أو أعطانا هذا المال أو يعني هو بالحق لنا، واضح؟ فآخران من عثر على أنهما استحق إثما، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، من الذين استحق عليهم الأوليان، يعني إيه؟ يعني من ورثة أخرهم، من ورثة الميت الذين استحق من بينهم الأوليان، أي الأقربان إلى الميت الوارثان له الأحقان بالشهادة، أي اليمين، فالأوليان فاعل استحق، ومنعول استحق محذوف، قدره بعضهم وبيتهما، فقدره ابن عطية ما لهم وتاركتهم. وقدره الزمخشري أن يجردوهما للقيام بالشهادة لأنها حقهما ويغذروا بهما فجدا سابقين. وقرئ على الجنائل المكعور، أي من الذين استحق عليهم الإثم، أي دنيا عليهم وهم أهل الميت وعشيرتهم. فالأوليان مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، يعني إيه؟ فإن عثر على أنهما استحق إثما فآخران من الذين استحق عليهما أو استحق عليهما، فإنه فيه ومنهما، من هذان أكرام؟ فيأتي الجواب الأوليان، الأوليان أي هو بدل من الضمير ليقومان أي من آخران. وقد جوز الكفاية باستحق على حد المضاف، أي استحق عليهم نجو الأول، استحق عليهم نجو أو استحق عليهم نجو الأوليين منهم بالشهادة. وقرئ الأولين جمع أول أو الأولين على أنه صفت للذين، مجرور أو منصوب على المدح، ومعنى الأولية التقدم على الأجانب بالشهادة لكونهم أحق به لأنه لا يتمم من أقرباء الميت. وقرئ الأوليين على التسمية وانتقامه على المدح، أفاده الاثنين. وقرئ الأولين تسمية الأول نصا على ما ذكر كما في البيضاوي، والحقيقة كان كبير أيضا في الأعراب، نصنع الصبر على هذا الخبر في الأعراب. أين لشهادتنا أحق من شهادتهما، لشهادتنا أحق يعني بالقبول من شهادتهما، أي بقولنا إنهما كانا وكانا فيما ادعيا من الاستحقاق أحق، لا مش تخيلنا، لا لقولنا، يعني يجي الاثنين اللي كانوا مع الراجل ده في السفر وزعموا أو يعني زعموا أنه أن هذا المال اللي كان معه هو من يعني لهما ذا أو أعطاهما إياه، واضح؟ أو أوصى به إلينا أي نوع من الخيانة أو الغلول، فيؤتى بهذين الرجلين بعد صلاة العصر ويحلفان على هذه الوصية. فإن عثر على أنه استحق إثما، بان أنه استحق إثما بالخيانة أو الغلول، وجاء أقارب الميت وقالوا اثنان من أقربان الأوليان، يعني أولى وأقرب الميت، اثنان من أقارب الميت يأتون بعد ذلك في نفس الوقت في الحلف يعني بعد الصلاة، ويختمان بالله لا شهادتنا أحق من شهادتهما، يعني لقولنا، لقولنا لا شهادتنا، يعني لقولنا
أحق بالقبول من شهادتنا. قولنا إلى أكثر لا شهادتنا يعني على هذين لأنهما قاما وكذبا. هذا المعنى فشهادتنا المقصود لقولنا إن هذين الرجلين قد كذبا وقاما ويعني فيها الدعوة من الاستحقاق. هذا القول منا أحق من شهادتهما المتقدمة لما أنه قد ظهر للناس استحقاقهما للإثنين. وما اعتدينا أي وما تجاوزنا الحق فيها أو فيما قلنا فيهما من الخيانة لا نتهمهما جزافا. إنا إذا لمن الظالمين. إنا إذا يعني هنا اعتدينا لمن الظالمين أي أنفسهم بتعريضها لسخط الله تعالى وعذابه بسبب هتك حرمة اسم الله تعالى. سنكون غالبين أن يعني أن نستعمل الحلف باسم الله في ظلم هؤلاء أي من أولنا الوضعين الحق في غير موضعين. ونعم الآية الكريمة أن الرجل إذا حضرته الوفاة في السفر فليشهد رجلين من المسلمين فإن لم يجدهما فرجلين من أهل الكتاب يوصي إليهما ويدفع إليهما ميراثا. فإذا قدم بتركته لأهل بأس البلد فإن طبقهما الورقة وعرفوا مال صاحبهم الورقة يكون فعلا صادقين الرجل فعلا كان معاه كذا ألف جنيه مثلا أو ذهب قد كده فعلا هذا هو المال الذي كان معه ويتوكل الورقة قول هذين الشاهدين. فإذا قدم بتركته فإن طبقهما الورقة وعرفوا مال صاحبهم قبل قولهما وتركا قبل قولهما وتركا. وإن اتهموهما رفعوهما إلى السلطان فحلف بعد ثلاث العصر بالله ما كتمنا ولا كذبنا ولا كنا ولا غيرنا. لكن هل حلف؟ لم يحتج حتى الآن إلى التحليل. يعني هكذا استفلت لما أعود العبارة أن هذا الكلام خلاصة الكلام في الآية. معنى الآية أن الرجل إذا حضرته الوفاة في سفر فليشهد رجلين من المسلمين يعني ما إيمان كذا أعطوه لفلان أو الوصية كذا إلى آخره. فإن لم يجد هنا لدي المسلمين فرجلين من أهل الكتاب يوصي إليهما ويدفع إليهما ميراثه. فإذا قدم بتركته فإن طبقهما الورقة وعرفوا مال صاحبهم قبل قولهما وتركا يخلد سريرهم. وإن اتهموهما إن طعن الورقة في هذين الرجلين فإن هم اتهموهما رفعوهما إلى السلطان فحلف بعد صلاة العصر بالله ما كتبنا ولا كذبنا ولا كنا ولا غيرنا. فإن اطلع الأوليان الأقربان من المجلس على أن الكافرين كذبا في شهادتهما قام رجلان من الأولياء فحلفا بالله أن شهادة الكافرين باطلة وأن لم نعتد فترد شهادة الكافرين وتزيد شهادة الأولياء. هكذا روى ابن جرير عن ابن عباس وابن جبير وغيرهما. قال الإمام ابن كثير وهذا التحليل للورثة والرجوع إلى قولهما والحالة هذه كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر ليس في جانب القتل فيكسب المستحقون على القاتل فيدفع من أمته إليهم كما هو مقرر كتاب الفسادة. وقد ورد في السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآيات الكريمة رواية أبي حاتم عن ابن عباس عن تميم الأزهري في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتهموا غيركم إلى آخرها قال برئ الناس منها غيري وغيري علي بن بداء وكان نصراني الليل يحتلفان إلى الشام قبل الإسلام فأتى الشام لتجارتهما وحمل عليهما مولا لبني سهم يقال له بديلة ابن أبي مريم بتجارة معه جام من فضة يريد به الملك وهو أعلم تجارته فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغ ما ترك أهله يوصل هذا المال إلى الفضة إلى أهله. قال تميم فلما مات أخذنا ذلك الجام كان اسمه خارج أخذنا ذلك الجام الفضة يعني تبعناه بألف درهم
وقت كناش أنا وعدي. فلما خذنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا. فخطف الجار فقد الجار قالوا يعني أعطون ما بقي بعد ما استهلكوا من المال ما استهلكوه الباقي دفعوا إلى أهلي ولم يرسل شيئا عن الجار. فطبعا أهل كانوا يعرفون أن هذا الجار أعظم ما يملك فسألونا عنه فقلنا ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره. قال سبيل فلما أسلم بعد حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلمت من ذلك فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر ودفعت إليهم 500 درهم فأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها فوثبوا عليه. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهلكوه بما يحكم به على أهل دينه فحلف. فنزلت يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إلى قوله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا فنزعت 500 من عدي بن بدر. هذا رواه الترمذي وابن جرير عن محمد بن إسحاق به فذكره. وعنده فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم بينا فلم يجدوا فأمرهم أن يستهلكوه بما يعظم به على أهل دينه فحلف. فأنزل الله هذه الآية فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلف. هذا ايه يكون هم الايه الاولوان. فنزعت 500 من علي بن بدر. ثم تكلم الترمذي على اسناده يعني نفس القصه تقريبا والحديث يعني اصله في البخاري في كتاب الوصايا. والجان هو الاله جان القصه وتخويفه ان يجعل عليه الخصائص من ذهب تخويف النفس. ومن الشواهد اللي اتفق في هذه القصه ما رواه ابن جرير باسنادين صحيحين وابو داود باسناد رجال وكتاب عن الشعبي ان رجلا من المسلمين حضرته الصلاه بجافوفه بل اسمها جافوفه قال في حضرته الوفاه ولم يجد احدا من المسلمين يشهده على وصيته. فاشهد رجلين من اهل الكتاب قال فقدم الكوفة فأتى أبا موسى الأشعري رضي الله عنه فأخبره وقدم الكوفة بتركته ووصيته. فقال الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأحلم وأحلم بعد العدل بالله ما كان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير وإنها موازية الرجل وتركته. قال فأمضى شهادتهما يعني قوله هذا امر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله عليه السلام يعني هذا الحديث لم يتكرر بعد وفاه الرسول عليه السلام منذ حدث في قصه سليم وعدي بن بداء. ثم قال عز وجل ذلك ادنى ان ياتوا بالشهاده على وجهها او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا الله لا يهدي القوم الفاسقين. بين عز وجل وجه الحكمة والمصلحة المتقدم تفصيلا بقوله ذلك يعني هذا ذلك الحكم المذكور فيما سبق حكم أقرب أن يؤدي بالشهادة على وجهها أي أقرب إلى أن يؤدي الشهود أو الأوصياء الشهادة في نحو تلك الحادثة على حقيقتها من غير تغيير لها خوفا من العذاب الأخروي. ذلك يعني هذا التشريع لأن مثلا لو أن شاهدين مثلا من أهل الكتاب يعلمان أنهما إذا بدل أو غير ثم اعترف الأوليان اللي هم الأقرب للمجد على ما فعلا واتهمهما فسيرد الحق وينتزع منهما إلى هذين الأوليين أو إذا الورثة. واضح إذا عرفوا إذا عرفوا ذلك فإن ذلك أدنى يكون ذاكعا لهم إلى أن يأتي بالشهادة على وجهها أيضا أو يجب معنى الذات والحقيقة يعني على حقيقتها. قال أبو سعود وهذه كما ترى حكمة شرعية التحليف بالتغليظ المذكور ذلك يعني ذلك التغليظ التحليف ويكون بعض ذات العصر لكي تكثر الشهود من الملائكة والشهود من الناس والاهتمام بالله ما غير ما ولا والسمى إلى آخره. أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم بيان لحكمة شرعية رد اليمين على الورقة معطوف على مقدر ينبئ عنه المقام
لأنه في ذلك أدنى أن يأتي بالشهادة على وجهها ويخاف عذاب الآخرة بسبب اليمين الكاذبة، أو يخاف أن ترد اليمين على المدعين بعد إيمانهم فيصطلحوا بظهور الخيانة واليمين الكاذبة ويغرموا فيمتنعوا من ذلك. واتقوا الله واسمعوا، اتقوا الله أي في مخالفة أحكامه التي منها هذا الحكم وهو ترك الخيانة والكذب، واسمعوا أي ما تؤمرون به سماع قبول، فالله لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته أي إلى طريق الجنة أو إلى ما فيه نفعهم، يعني ما يهديهم إلى ذلك. استفيد من الآية أحكام، الأول لزوم الوصية حال الخوف من الموت وحمول فرائضه، لأنه تعالى قال حلم الوصية أي رغبة أن تخف الوصية وتلزم، إذا تجد الوصية إذا ظهرت أمارات الموت يجب على الإنسان أن يكتب الوصية أو يوصي ويكتب عن الوصية إذا حضرت أمارات ومقدمات الموت. الأمر الثاني قال بعضهم دل قوله تعالى إثنان غير عدل منكم على أن الحكم تركه أن يشهد فيه إثنان عدلان، وهذا الإخلاص لم يفصل فيه بين حق الله وحق غيره ولا بين الحدود وغيرها إلا شهادة الزنا، فبقوله تعالى في النور ثم لم يأتوا بأربعة شهداء وهذا مجمع عليه. قال ابن القيم في أعلام الموقعين إنه سبحانه ذكر ما يحصل به الحقوق من الشهود ولم يذكر أن الحكام لا يحكمون إلا بذلك، فليس في القرآن نفي الحكم بشاهد ويمين ولا بالنكول ولا باليمين المرجوله ولا بايمان الحكامه ولا بايمان النعام وغير ذلك مما يغير الحق ويغرده ويدل عليه، والشارع في جميع المواضع يقصد ظهور الحق بما يمكن ظهوره به من البينات التي هي ادله عليه وشواهد له، ولا يرد حقا قد ظهر بدليله ابدا، فيبيع حقوق الله وحقوق عباده ويعطلها، اي يضيع حقوق الله وحقوق عباده ويعطلها، ولا يقصد ظهور الحق على امر معين لا فائده في تخصيصه به مع متابعه غيره في ظهور الحق او رسحان عليه ترجيحا لا يمكن جحده ودفعه. قوله تعالى واخران او اخران من غيرهم زمان على صحه شهاده الذمي على المسلم عموما، لكن خرج زواجها بما على وصيه المسلم في السفر بالاذن، يعني تصح شهادة الجن على المسلم، هذا هو من الأفران من غيره، لكن خرج زواجها فيما عدا وصية المسلم في السفر بالإجماع. قال بعض المفسرين ذهب الأكثر إلى أن شهادة الجنيون قد نكحت، وعن الحسن رد أبي ليلى والأوزاعي والسريح والرازي لله وجده الإمام عبد الله بن حسين أنها صحيحة ثابتة، وكان ذهب الأكثر إلى أن تحليف الشهود منسوخ، وقال قانون والحسن والهادي إنه ثابت. ويقول الفاطمي يقول لم يات من ادعى النفس بحجه تصلح لذكرها وتستدعي التعرض لذكرها. قال ابن القيم في اعلام الموقعين امر تعالى في الشهاده عن وصيه في السفر باستشهاد عدلين من المسلمين او اخرين من غيرهم وغير المؤمنين هم الكفار، والايه الصريحه في قبول شهاده الكافرين على وصيه في السفر عند عدم الشاهدين المسلمين، وقد حكم به النبي قد نفعها سلم الصحابة بعده ولم يجئ بعدها ما ينسخها، فإن المائدة من آخر القرآن نزولا وليس فيها منسوخ، ليس في سورة المائدة منسوخ، وليس لهذه الآية معارض البتة، ولا صح أن يكون المراد بقوله من غيركم من غير قبيلتكم، فإن الله سبحانه وتعالى خاطب بها المؤمنين كافة بقوله يا أيها الذين آمنوا، فلا يمكن أن يفسر من غيركم يعني من غير قبيلتكم، ولم يخاطب بذلك قبيله معينه حتى يكون قوله من غيركم ايتها القبيله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم هذا من الايه بل انما فهم منها ما هي صريحه فيه وكذلك اصحابه من بعده. عن في قوله تعالى من بعد الصلاه دلاله على تغليظ اليمين، يعني ممكن اليمين يغلظ بانواع كثيره زمانيه أو تمامية، فيغلب اليمين من ناحية الزمان يغلب عن طريق الزمان كأن يكون بعد العصر
إذا أردت تغليب اليمين فإنه يكون بعد ثلاث العصر. أما في المكان فإما في المدينة عند المنبر أو في مكة بين الركن والمساء. ولذلك يعني ورد في بعض الأثار تغليب الحلف بين الركن والمساء. حتى في الحديث أيضا يبايع الرجل بين الركن والمساء لتوثيق العقود لشدة حرمة المكان وهو مكة المكرمة ثم الحرم مسجد الحرام ثم بين الركن اللي هو الحجر الأسود يعني هو مكان إبراهيم عليه السلام. حتى إن هذا المثلث الواصل هو طبعا في الماضي لم يكن مثلثا لكن الآن مثلث الواصل بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود وبين زمزم. هذا المثلث يسمى إيه؟ الحطيم. الحطيم لأن من حلف فيه كاذبا فإن الله يحكمه. أيضا كذلك يعني حقيقة الجمهور يعني ذهب إلى أن هذا النوع من التغليب أباحوا أشياء كما ترون. قالوا في الزمان بعد العصر هذه ثابتة. أما في المكان ففي المدينة عند المنبر أو بمكة بين الركن والمقام وفي بيت المسجد عند الصخرة وبغيرهما بالمسجد الجامع. واتفقوا على أن ذلك في الدماء والمال الكثير لا في القليل. أي نعم. وذهبت الزيدية والحنفية والحنابلة إلى أن اليمين لا تغلب بزمان ولا مكان. وأخذوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر ولم يفكر. قالوا وقوله تعالى في هذه الآية من بعد الصلاة يحتمل أن ذكره لأنهم كانوا لا يعتدون الحكم إلا في غير سبيل. قال بعض الزيدية هل التغليظ في المكان والزمان على سبيل الوجود أو الاستحباب؟ أيضا من يعني الأشياء التي حدثت في تغليب الأيمان أن يأتي بالمصحف ويضع يده عليه كنوع من التغليب في هذا الحدث. قال الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة المختار التغليب في الأيمان لفساد أهل الزمان. وذلك مروي عن أمير المؤمنين المقتدى وأبي بكر وعمر وعثمان وابن عباس ومالك والشافعي. قال المختار أنه مستحب غير واجب. قال ابن أبي الفرج في قوله تعالى فيقسمان بالله دليل على أن تقسم بالله يمين وليست أقسم فقط. كلمة أقسم فقط من أن يكون بالله لا تكون يمينا، لكن إذا قال إذا أردت أن يقسم فيقول أقسم بالله لقوله تعالى فيقسمان بالله. كذلك في قوله تعالى ولا نكتم شهادة الله فيه دليل على تحريم كتمان الشهادة وذلك لا إشكال فيه. قال ابن يزيد تطبيق الحلف في الآية باثنين من أقرب الورثة على قراءة الايه؟ الأولياني الأولياني بخصوص الواقعة التي نزلت لها. ثم كان رواية البخاري السابقة أيضا والإشارة إلى اكتفاء باثنين من أقرب الورثة أيضا وإن كان فيهم كثرة ممكن في الورثة كثيرون لكن الذي الحديث الذي وقعت فيها باثنين. ثم يقول المسلمين في ختام تفسير هذه الآية الكريمة تحت عنوان غريب بكر هذا مكلي في كتابه المسمى للكشف هذه الآيات الثلاث عند أهل المعاني من أشكل ما في القرآن إعرابا ومعنى وحكما وتفسيرا ولم يزل العلماء يفسرونها ويكفون عنها. قال ويحتمل أن يسقط ما فيها من العلوم في 30 ورقة أو أكثر وقد ذكرناها مسروحة في كتاب المفرد. قال ابن عطية قال كلامي ممن وقع له النجاز من في تفسيرها وذلك بين من كتابه رحمه الله تعالى يعني من كتاب مكي يعني بينتقد في كل 30 ورقة يعني فبيعترض على كلمة ان ممكن يجمع تفسيرها في ايه في 30 ورقة فبيعترض عليه الإمام ابن عطية. ما كل ما ابن عطية؟ لا كلية أبو هير أصدقى مهمة لأن ابن عطية هو واحد مشهور جدا ولكن الناس تجعل أن هو نفس ابن عطية. أبو محمد عبد الحق إمام جليل جدا من غمة المغرب الإمام أبو محمد عبد الحق هو ابن عطية أيضا. فابن عطية يعلق على كلام مكي
كان بقر احتمى نسبة ما فيها لديه 30 ورقة غلطة. فقال معطيه هذا الكلام من لم يقع له الحجاج لتفكيرها. يعني ليس عنده من الحكومة العلمية ما يزيد على 30 سنة احتمل أكثر من ذلك. وذلك تغير من كتابه رحمه الله تعالى. يعني كتاب مكي. قال سعد في حكيته على الكتاب واتفق على أنها أصعب ما في القرآن إعرابا ورجما وحكما. أقول أو تقولون هذه الآية الكريمة غنية بنفسها مع ما ورد في سبب نزولها وما قاله حبر الأمة وترك ما من القرآن في معناها عن التفكيك فيها والتكلف في لإدخالها تحت القواعد والتنحر لتأويلها. فقل ما مثلناه من مخاتم تأويلها وكل من الشاكرين. كنا نود أن نكتب هذه الخاتمة الحسنة لكن حتى نكمل قد فلا يتمين قد فلا نحكم برئاسة تفسير الجميل نحكم لما قرأوا في الضوء دون تعليق إن شاء الله في تفسير هذه الآيات الثلاث. وبالتالي لا يبقى من سورة المائدة سوى الربع الأخير من سورة المائدة. فالاحتضار إن شاء الله تعالى في سورة المائدة يكون الثلاثاء بعد القادم. فنقود من الآن حتى يتعدى الإخوة بالمراجعة في الخلف إن شاء الله تعالى.